بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أي في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فالحسن بن علي طفل وجد تمرة فأخذها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كخ كخ، كلمة زجر للأطفال، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. ويجب على ولي الأمر أن يعلم الأولاد والأهل بأمور الدين وينهاهم عن كل ما هو محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن بن علي طفل رضي الله عنهما، فأخذ تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، كلمة زجر للأطفال، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحرمة على آله أيضا صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد، وقال: أن لا تحل لنا الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم وآله يحرم عليهم الصدقة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ: أنا لا نأكل الصدقة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب، أي أذهب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وفيه أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأن المسلم عليه أن يجتنب الشبهات. فصارت التمرة هذه مشتبهة، يحتمل أن تكون من صدقة ويحتمل أن تكون من غير الصدقة، فتركها الرسول عليه الصلاة والسلام بعداً عن الشبهات. فعلى المسلم أن يجتنب الحرام ويجتنب الشبهات والمشتبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب
أي أرجع إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. فاجتناب الشبهات يجب على المسلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. فيجب على المسلم أن يتجنب الشبهات والمحرمات. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين أي الولدين قال لي وللفضل بن عباس، عبد المطلب بن ربيعة وابن عباس، قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله: لو بعثنا هذين الغلامين أي عبد المطلب بن ربيعة وابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، يعني يذهبان إلى أهل الأموال ويقبضان الصدقة ويأتيان بها ويعطيهم أجرتهم، فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس يعني من مال الزكاة، وأصابا مما يصيب الناس يعني من الأجرة. قال: فبينما هما في ذلك، يعني بينما هما يتكلمان في هذا الموضوع، جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تفعل، أي لا تبعث الغلامان، فوالله ما هو بفاعل، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجعلهما عمالا. فانتحاه ربيعة بن الحارث. قال النووي: ومعناه عرض له وقصده، فانتحاه أي عرض له وقصده. فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني تحسدنا، فوالله لقد نلت يا علي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت ابنته فما نفسناه أي فما حسدناه عليك. قال علي رضي الله عنه: أرسلوهما، ما تسمعون نصيحتي، أرسلوا الغلامين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق واضطجع علي رضي الله عنه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران،
يعني تكلم بما في نفوسكما، أخرج ما تصرران أي ما تكتمان. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فتواكلنا الكلام، أي كل منا يكل الآخر. ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس أي أحسن الناس برا وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح أي بلغنا وقت الزواج، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، نذهب إلى أهل الأموال ونقبض الصدقات الزكوات ونأتي بها، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون، يعني أجرة العمل. قال: فسكت طويلا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها تلمع إلينا. قال النووي رحمه الله: يقال ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده، يعني أشارت إليهما أم المؤمنين زينب، أشارت إليهما من وراء الحجاب: لا تكلماه، أي اصبرا، لا تكلما الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، لأن الصدقة يكفر الله بها الذنوب، إنما هي الصدقة أوساخ الناس، الله يكفر بها الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محمية، اسم رجل، وكان على الخمس، يعني كان عاملا على الخمس، خمس الغنيمة، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه محمية ونوفل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، زوج هذا الولد ابنتك، وللفضل بن عباس، فانكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك، فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس، أي ادفع الصداق من مال الخمس، لأن هؤلاء من أقارب الرسول ولهم نصيب، ولهم نصيب في الخمس الغنيم. وقال لمحمية: أصدق عنهما، أي ادفع الصداق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي، أي لم يبين المقدار. فزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعملهما، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث مالك، يعني كما تقدم. وقال فيه: فألقى علي رضي الله عنه رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم. قال النووي رحمه الله: وأما القرم فبالراء مرفوع وهو السيد، وأصله فحل الإبل، القرم أصله فحل الإبل. قال الخطابي رحمه الله: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، القرم المقدم في المعرفة بالأمور والرأي. أنا أبو حسن القرم، أي الذي يعرف الأمور، والله لا أريم مكاني، أي لا أذهب عن مكاني، أي لا أفارقه، لا أفارق مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما
بحور ما بعثتما به، أي بجواب ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، الله يكفر بالصدقة المعاصي، وإنها الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محمية ابن جزء، وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، أي جعله مسؤول عن الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها الصدقات لا تحل لمحمد وآل ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فزوجهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع الصداق عنهما، لأنهما من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ولهما نصيب في الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد ابن السباق قال: إن جويرية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، مملوكتي أو معتوقتي تصدق عليها وهي أهدت لنا من ذلك. عندنا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: قربيه، فقد بلغت محلها. هو صدق عليها وهي أهدت إلينا، صار هدية، صدق عليها وهي أهدت إلينا، فتغير الحكم من الصدقة إلى الهدية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة، بريرة كانت مملوكة فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، بريرة رضي الله عنها أما معتقة، اعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أهدت بريرة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. الناس أهدوا، الناس تصدقوا على بريرة وهي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغير الحكم من الصدقة إلى الهدية. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. تغير الحكم، الصدقة
محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، والهدية حلال. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. قال النووي رحمه الله: ولم يذكر هنا الثانية، أي المسألة الثانية والثالثة، وهما الولاء لمن اعتق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لمن اعتق، لأن أراد الذين باعوا بريرة قالوا الولاء لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لمن اعتق. البائع استلم الثمن، ليس له شيء، إنما الولاء لمن اعتق. والمسألة الثالثة وتخييرها في فسخ النكاح، في فسخ النكاح حين اعتقد تحت عبد. إذا كانت الأمة زوجها عبد ثم اعتقد فلها الخيار، إن شاءت ترضى تحت زوجها العبد، وإن شاءت لا ترضى فينفسخ النكاح. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، غير أنه قال: وهو لنا منها هدية. تغير الحكم من الصدقة إلى الهدية. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها منها، أي من تلك الصدقة، بشيء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: هل عندكم شيء، يعني الطعام؟ قالت: لا، إلا أن النسيبة وهي أم عطية رضي الله عنها بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت محلها، يعني هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة حدثنا عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتاه قوم بصدقتهم أي بزكاتهم أو صدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي رضي الله عنه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدعو لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إنسان بزكاته دعا له كما أمره الله جل جلاله. وحدثناه ابن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم أي أدعو لهم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق يعني الذي يقبض الزكاة المصدق الذي يقبض الزكاة يعني العامل الذي يأتي ويأخذ الزكاة إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض، يعني يعطوه الذي طلب من الزكاة التي أوجبها الله ويكون راض عنكم، وأما إذا طلب غير الواجب فلا، إذا طلب ما هو واجب فأعطوه ويذهب عنكم وهو عنكم راض. كتاب الصيام. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. شهر رمضان شهر مبارك، اللهم ارزقنا التوفيق للعمل الصالح وتقبل منا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. اللهم ادخلنا في رحمتك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله، يعني فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم، يعني بالسحاب ونحوه، فاقدروا له، يعني
يعني كملوا 30. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا، يعني 10 أنامل، وهكذا مرتين، وهكذا 3، ثم عقد إبهامه بالثالثة، نقص إبهامه بالثالثة، يعني 29. أحياناً يكون الشهر 30، وأحياناً يكون 29. فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: فإن غم عليكم، يعني بالسحاب ونحوه، فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. وحدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30، يعني تارة يكون 29 وتارة يكون 30، فإذا لم تروا الهلال كملوا شعبان 30. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، يعني تارة، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا حسن الأشيب، حدثنا شيبان عن يحيى قال: وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29، يعني تارة. وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 10 و10 و9. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي،
حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى، يعني تارة 30 وتارة 29. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30، وطبق كفيه 3 مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، ولم يذكر للشهر الثاني 30. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، ولم يذكر للشهر الثاني 30. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف، فقال له ما يدريك ما يدريك أن الليلة النصف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه، يعني تارة 30 وتارة 29. أنت تقول ليلة النصف، الله أعلم الشهر هذا 30 أو 29. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه أفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا أبو الربيع حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد، يعني 30. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد ابن بشر العبدي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال
الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 112، 112. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب. هذا اختبار من الله عز وجل. رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، يعني اختبارا، فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة. فينبغي له، ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا من البلاء، أي من الاختبار الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى الطب. إذا وسوس لك الشيطان احذر وسوسة الشيطان، استمر في الدعاء. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى الطب. ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، يقول ابن الجوزي رحمه الله: ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، أي مصيبة، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة. فأخذ إبليس نعوذ بالله منه يجول في جلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع، أي الله كريم، والبخل ممنوع، فما فائدة تأخير الجواب؟ هكذا يوسوس الشيطان نعوذ بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: فقلت له للشيطان: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض، أي ما أحتاج إلى كلامك وإلى جوابك، ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، أي لا تميلي إلى وسوسة الشيطان. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك، أي يختبرك الله عز وجل. فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو، يعني يختبرك هل تميل إلى وسوسة الشيطان أو تستعيذ بالله من الشيطان. فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو، أي محاربة الشيطان، لكفى في الحكمة. أراد الله أخر الجواب اختباراً حتى لا تقبل وساوس الشيطان، وتصبر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت النفس: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، أي مالك الملك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. الله مالك والمالك يفعل ما يريد، فلا حاجة إلى الاعتراض. مالك الملك يفعل ما يريد، وله الحكمة البالغة جل جلاله. قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه سبحانه وتعالى. والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحكمة لا تقتضي أن تظن أنها مصلحة، ولكن حكمة الله لا تقتضي. وقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب، يعني هذا معروف عند الناس، فالله تعالى هو الحكيم جل جلاله. وقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. الله تعالى يختبرك حتى يعلم ويتبين للعباد. والثالث
أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، أدم الدعاء والتضرع إلى الله ولا تستعجل. لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، أي فيك عيب ولذلك لم يستجب. الرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، أي لذنب فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أن يكون قلبك غافل فلذلك لم تستجب، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، أي النفس ما صدقت في التوبة منه. فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود. والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة فخير، أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. فهذه نصيحة يجب على المسلم أن يستمر في الدعاء ولا يترك الدعاء، يستجاب للعبد ما لم يعجل. صفحة 114. قال: فصل في أحكام القضاء. ويستحب قضاء رمضان فورا مع سعة وقت مسارعة لبراءة الذمة، يعني الذي أفطر في رمضان لمرض أو سفر عليه أن يعجل بالقضاء. ويستحب قضاء رمضان لمن أفطر لمرض أو سفر. ويستحب قضاء رمضان فورا مع سعة وقت، مع أن الوقت واسع، مسارعة لبراءة الذمة، تبرئ ذمتك مما لله عليك. ويسن التتابع في قضائه، إذا قضيت ينبغي أن تتابع الأيام، ويجوز التفريق في القضاء. ويسن التتابع في قضائه لأنه أشبه بالأداء وأبعد عن الخلاف. ويجوز التفريق، أي القضاء، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. وروى الأثرم رحمه الله بإسناده عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين، يعني للإنسان، فقضاه من الدرهم والدرهمين، يعني يقضي قليلا قليلا، هل يقضي حتى يقضي ما عليه من الدين؟ هل كان قاضيا دينه؟ إذا دفع قليلا قليلا حتى أتم، كان قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، يعني القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، متتابعات، فسقطت متتابعات. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز أن تؤخر القضاء حتى يجي رمضان القادم من غير عذر، أما إذا كان من عذر برد فهذا معذور، لما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان
يعني أيام الحيض، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، يعني فكانت أم المؤمنين تؤخر القضاء إلى شعبان لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان كثير، فكانت تقضي رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم رحمه الله: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيام الحيض، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. وفي رواية للترمذي رحمه الله قالت رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما يكون علي من قضاء رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت مشغولة بخدمته صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه، إذا لم يبقى من شعبان إلا الأيام التي عليك دينا، وجب القضاء فورا متابعا لضيق الوقت. إذا لم يبقى من شعبان إلا الأيام التي عليك، فعليك أن تتابع القضاء، لأن قبل أن يأتي رمضان تؤدي ما عليك. وإذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه، وجب القضاء فورا متابعا لضيق الوقت، كأداء رمضان في حق من لا عذر له. ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، يجوز أن تقضي ما عليك في عشر ذي الحجة، فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليك أن تقضي وتطعم مع كل يوم مسكين، لأنك أخرت القضاء حتى دخل رمضان آخر، فعليك القضاء وتطعم مع كل يوم مسكين كيلو ونصف بر أو رز. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروى عن غيرهم خلاف، قاله في الشرح: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تماماً كان أو ناقصاً، يعني إذا كان شهر رمضان 30 تصوم 30 في القضاء، وإذا كان 29 تصوم 29 القضاء، لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاته كالمريض والمسافر، لما تقدم من قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويجوز أن يقضي يوم صيف من عن يوم شتاء، إذا كان رمضان الذي أفطرت يوم طويل وأنت قضيت في يوم قصير لا بأس، ربنا يتقبل. ويجوز أن يقضي يوم صيف عن يوم طويل عن يوم شتاء يوم قصير، وأن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف، المهم عدة الأيام التي أفطرت. فإذا قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، أي في غير ما يقرب إلى الله. الزمان ثمين، فلا تضيع أيامك ولياليك في غير ما شرع الله لك وفي غير ما ينفع. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، أي في غير ما يقرب إلى الله، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور. وقد كان جماعة من السلف رضي الله عنهم يبادرون اللحظات، أي يحافظون على الدقائق، فنقل
عن عامر بن عبد قيس رحمه الله أن رجلاً قال له: كلمني. فقال له: امسك الشمس. عامر بن عبد قيس قال له رجل: كلمني، أريد أن أتكلم معك. قال له: امسك الشمس، إذا مسكت الشمس الوقت ما يروح أنا أكلمك، وإلا سامحني. الله أكبر، يحافظون على الوقت. قال له: كلمني. قال: امسك الشمس، إذا ما راح الوقت أنا أكلمك، وإلا لا. الله أكبر. فهكذا ينبغي لنا أن نحافظ على أوقاتنا ونشغلها بما يقربنا إلى الله، اللهم وفقنا لذلك. فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلاً قال له: كلمني. فقال له: امسك الشمس، أي إذا الشمس ما, 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 ما ذهب الوقت أنا أكلمك، وإلا فلا. ودخلوا عن بعض السلف رحمهم الله عند موته وهو يصلي، الله أكبر، فقيل له، فقال: الآن تطوى صحيفتي، إذا مت انقطع عملي. فهو يصلي وهو في حال الموت رضي رحمه الله. فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء في الدنيا، يعني مال، وقف وقفاً، لأن أجر الوقف دائم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإن كان له شيء في الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. ما زال المسلمون ينتفعون بتأليفه يكون له الأجر. أو أن يصنف كتاباً في العلم، العلم الديني، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. وأن يكون عاملاً بالخير عالماً فيه، فينقل من فعله ما يقتدي به الغير، فذلك الذي لم يمت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.